فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أعيش مع زوجتي في بيت والدي، وقد أصبح إخوتي الذكور أصبحوا مميزين، فأمرت زوجتي أن تحتجب منهم، وحلفت بقولي تحرمين علي إن كشفت وجهك أمامهم. يقول: لكن أمي قد رفضت ذلك وما زالت زوجتي كاشفة، فما الحكم في ذلك؟ وهل هذه يمين أم طلاق؟ يقول حفظك الله: أعيش مع زوجتي في بيت والدي وأصبح إخوتي مميزين. مميزين ما عنهم حجاب، المميز ما عنه حجاب عن البالغ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.